اليوم في فقرة درايف إن راح نحكو على بطارية السيارة اللي هي ممكن أن تسبب لنا أي مشكلة أو أي شيء يؤثر على محرك السيارة، لأن فصل الشتاء تنخفض فيه الحرارة ويبدو هلبة مشاكل في السيارة. كيف نحافظ على سيارتنا وعلى البطارية في التقرير التالي؟ نصائح للحفاظ على بطارية السيارة. على جميع أصحاب السيارات القيام بعدد من الإجراءات لتجنب هذه المشكلات التي كان على رأسها الاهتمام بتنظيف البطارية دورياً، وتسبب الأتربة المتراكمة على بطاريات السيارة في تسرب التيار الكهربائي منها، وهو ما ينتج عنه فراغ شحنة البطارية وعدم القدرة على السير بها لحين إعادة شحنها. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التقليل من كفاءة البطارية هو وضع السيارة في فترات طويلة داخل الجراج وركنها مدة كبيرة، إضافة إلى استخدامها في قضاء المشاوير القصيرة فقط، حيث يتسبب ذلك في فراغ شحنتها سريعا. كيفية إطالة عمر البطارية في فصل الشتاء. تجنب حماية أقطاب الأسلاك الكهربائية بالبطارية من التآكل والصدى بتشحيمها باستخدام أحد الأنواع المخصصة لذلك. ومن الضروري أيضا محاولة الاقتصاد في طاقة البطارية عبر التقليل من تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تعتمد على التيار الكهربائي. وينصح أيضا بإدارة المحرك يوميا في حالة عدم استخدامها فترة طويلة حتى تتم إعادة شحن البطارية من جديد، حيث تفقد البطارية شحنها في حالة عدم استخدام السيارة خاصة في درجات الحرارة المنخفضة.